موجة غضب جديدة رفضا لإساءة هندية للنبي عليه الصلاة والسلام وسط دعوات لمقاطعة المنتجات الهندية، حيث تصدر وسم إلا رسول الله يا مودي منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، احتجاجا على تغريدات مسيئة من شخصيات سياسية هندية ضد النبي الكريم. ناشطون مسلمون اعتبروا أن التغريدة التي نشرها نافين كومار جندال المسؤول الإعلامي في حزب بهارتيا جانتا المسيئة للإسلام تأتي امتدادا لسياسة رئيس الوزراء ناريندار مودي وحزبه العنصري ضد المسلمين. واستنكر مغردون آخرون تصاعد حالة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الهند، مؤكدين أن حكومة نيودلهي باتت تسير على خطى فرنسا والصين في تعزيز الإسلامفوبيا والعداء. هيئات ومنظمات إسلامية دعت جموع الأمة لنصرة رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تكون هناك وقفة رسمية وشعبية بقدر المستطاع. يجب على المسلمين جميعا أن يحاربوا هذا الحزب الحاكم في الهند بما يقدرون عليه، فالناطق الرسمي باسمه ليس هذا فردا عاديا، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا وتطاول على جنابه الشريف وعرض بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما برأها الله منه في كتابه، وأقدم على هذه الأمور استدلالا لهذه الأمة واستضعافا لها. وطالبت الهيئات والمنظمات الإسلامية برد قاس على المسؤول الهندي حتى لا يتجرأ مسؤولون آخرون في دول أخرى على تكرار المواقف المسيئة للإسلام والمسلمين. وتشهد الهند حاليا حالة متصاعدة من الإسلامفوبيا بعد قرارات سابقة بمنع الحجاب في المدارس والمؤسسات التعليمية وعمليات هدم للمساجد وممتلكات المسلمين، إضافة إلى حالات عنف بارزة ضدهم، فيما لاقت هذه الإجراءات استنكارا عالميا وحقوقيا وتحذيرات من تصاعدها.